هاي بنات، كيفكم؟ حابة أحكي لكم عن نتيجة استخدامي وتجربتي لديرما رولر على كف إيدي، لأنه للأسف أنا بربي بساس بحبهم كتير، بس خرمشوا إيدي وتركوا علامات، وهاي العلامات ما عم بتروح بالتقشير العادي ولا بالسكرابات. فما بدي أطول عليكم، خلينا ندخل بالموضوع. أوكي، جهزت إيدي بأنه غسلتها بالصابونة ونشفتها منيح، وبدأت أشيل بالنيل بولش وقصيت أظافري عشان أستعد لجلسة الديرما رولر. رح أبدأ بتجهيز الأدوات. اخترت ديرما رولر بهذا القياس، ورح أبدأ بعملية التعقيم. جبت كاسة زجاجية صغيرة، لازم تكون الديرما رولر مغمورة بكحول تركيزه 75%. بحركها، طبعا أنا من قبل ما غسلتها بالصابون منيح، بتركها بنقع 10 دقائق، وبعدها بصفيها وبتركها تنشف ويتبخر الكحول لحاله. بالوقت يلي عم تنشف الديرما رولر، حبيت أعمل سكراب بهاي الفرشاة الخشنة لإيدي مشان أشيل طبقة الجلد الميت، مشان أسرع اختراق الإبر الصغيرة وأحصل على نتيجة أفضل. طبعاً بتقدري تستغني عن هاي الخطوة، وبتقدري تعملي سكراب بسكر مثلاً. بدأت أمرر بالديرما رولر على المناطق والشروح والعلامات، يعني أنا حابة الجلد تبعها يتجدد، طبعاً بدون ما أضغط على الإبر، فقط تمرير وبكرر التمرير مشان أحدث جروح بالجلد. بس خلصت التمرير على كامل إيدي أو المناطق اللي أنا بدي أعمل لها الجروح، صارت إيدي مثل ما شايفين كتير حمرة وسخنة وبتوجع، يعني كأنها في جروح ومؤلمة شوي. فاضطريت إنه أعملها مساج خفيف، واستغلت هاي الفرصة وحطيت هايرلينيك أسيد وفيتامين سي مع مساج خفيف، منه بخفف الألم ومنه بخلي هاي المواد تفوت جوا الجلد، لأنه أنا عملت فيها الجرح ومع المساج الخفيف، وعم بخف الألم كل ما عم بعمل مساج. وأكيد لازم نعمل ترطيب لإيدنا. أنا اخترت زبدة الشيا الخام بدون أي إضافات. بتقدري تستخدمي أي مرطب أو أي زبدة أنت حبيتها، ممكن الأوليفيرا، ممكن أي مواد، بس حاولي أنه اختاري مواد خالية من الكحول والمواد اللي ممكن تتحس فيها، لأنه هلأ في جرح، يعني بدك تكوني حذرة باختيار المواد اللي رح ترطب جسمك.